بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. في ناس كتير بتسألني ازاي رقبتي مشدودة وانا عندي 62 سنة؟ بتمارين اليوجا، بالتدليك، بالمسكات عشان ارطب الجلد. هوريكم النهاردة طريقة هايلة من ضمن الطرق اللي بعملها. انا شارحة على القناة فيديوهات كتير لشد الرقبة والوجه. أول حاجة نفس عميق، برفق لما بننزل رقبتنا برفق لأقصى درجة هتحسوا بشد في ظهركم، يعني العصب واصل لغاية الظهر من تحت برفق جدا. هتحسوا ان صدركم وكتافكم بيتشد. نلف رقبتنا برفق برفق لأقصى درجة. هنعمل تدليك لغاية ما نوصل لعظمة الترقوة ونرجع تاني برفق. نرجع برفق هننزل ونطلع 10 مرات وننزل ونطلع هنا 10 مرات. نعملها مرة في اليوم مع التمارين التانية لشد الرقبة مع التدليك. هنوصل لنتائج هايلة. يا رب الفيديو يكون فاتكم، ان شاء الله هيفيدكم. ان شاء الله حياة بدون شيخوخة، بدون امراض، بدون ادوية، بدون ترهلات.